السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو والذي سوف نتطرق فيه إلى طريقة سحب المال عبر الصرف الآلي لبريد الجزائر بالبطاقة الذهبية، وكذلك سوف نتعرف على طريقة كشف رصيد حسابك عبر هذا الموزع. في الأول نقوم بإدخال البطاقة كما هو موضح على الشاشة أو شاشة الموزع. نختار أي لغة نريدها سواء الفرنسية أو العربية. سوف نختار اللغة العربية لأن معظم الجزائريين يستعملون اللغة العربية. نضغط على الزر الموافق له، ثم نقوم بإدخال الرمز السري للبطاقة عبر لوحة المفاتيح هذه. بعدها نختار سحب لأننا بصدد سحب المال. نضغط على الزر الموافق له ونختار أي مبلغ نريد سحبه، 1000 دينار، 2000، 5000 أو مبلغ آخر تريد تحديده. نحن سوف نجرب سحب 1000 دينار جزائري بالضغط على الزر الموافق له. هل تريدون الحصول على التذكرة؟ إن كنت تريد تضغط على نعم، وإن كنت لا تريد تضغط على لا. نحن سوف نضغط على نعم للحصول على التذكرة. بعدها سوف تخرج البطاقة تلقائيا، نقوم بسحبها مباشرة. سوف تتلقى مالك تقوم بسحبه، وأخيرا تتلقى التذكرة نقوم بسحبها أيضا. هذا بالنسبة لسحب المال عبر الصرف الآلي. الآن سوف نتطرق إلى طريقة كشف رصيد حسابك في بريد الجزائر عبر هذا الصرف بالبطاقة الذهبية. هي نفس الخطوات، نقوم أولا بإدخال البطاقة كما هو موضح في أو على الشاشة. نختار اللغة التي نريدها، سوف نختار اللغة العربية. نقوم بإدخال الرمز السري للبطاقة. نقوم بالضغط على طلب الرصيد لأننا الآن بصدد طلب الرصيد. نضغط على الزر الموافق له. كما ترون خروج تذكرة طلب الرصيد، نقوم بسحبها. وبهذا قمنا بسحب المال وكذلك قمنا بطلب الرصيد عبر الموزع الخاص ببريد الجزائري. نقوم بالضغط على الخروج لإخراج البطاقة، ونقوم بعدها بسحبها. هذا كل ما في الأمر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة. تحياتي لكم وسلامي، باي.